أنا الآن في جامع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ميقات أهل مكة والمقيمين في مكة. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم عمرة. عن المرحوم الشاب علي فايز محاجني رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه ووسع مدخله، اللهم اسقه من حوض نبيك محمد شربة هنيئة مريئة لا يظمأ بعدها، اللهم أنه نزل بك وأنت خير منزول به. أنا الآن في الطواف لإتمام مناسك العمرة. عن المرحوم الشاب علي فايز محاجني رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ادله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجة خيرا من زوجته وذرية خيرا من ذريته، وادخله الجنة وعده من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل، اللهم انقله من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود يا رحيم يا ودود يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز اللهم عن إساءته. اللهم جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوانا وغفرانا. اللهم تقبل منه القليل وتجاوز عنه التقصير يا من تجير المستجير. اللهم احميه تحت الأرض واستره يوم العرض ولا تخزه يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من آتى الله بقلب سليم. اللهم اجعل له كنوزا وبيوتا في جنتك وارحمه برحمتك يا رحيم يا رحمن. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل حفرة من حفر النار. اللهم افتح أبواب السماء لروحه وأبواب رحمتك وأبواب جنتك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل على قبره الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم يمن كتابه ويسر حسابه وثقل في هذه العمرة موازينه. اللهم اغفر لي ولوالدي، ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.